في ايه يا حبيبتي؟ مالك تاني؟ مفيش يا ليلى، هو لسه برضو ما كلمكيش؟ لا. طب اسمعي كلامي يا رباب، انا مش شايفه انك غلطتي خالص، هو اللي لازم يغير معاملته معاكي، مش كل حاجه بالزعيق وبالشخط. دي مش حياه، انا اصلا شايفه انك ما غلطتيش، هو كان لازم يسمعك الاول. وبعدين بصي بقى من الاخر، اللي اسمه حسين ده عصبي جدا وعلى الفاضي، لازم يغير طريقته. لو انت شايفه انك لازم تكملي مع شخصيه زي دي، يبقى لازم من الاول كده تحددي معاه ازاي يتعامل معاكي وازاي انت كمان تتعاملي معاه. وبعدين حسين، ما تقولي لها نسيب بعض كمان بالمره. انا مش قايل لك 100 مره مالكيش دعوه بالبت دي. مين دي اللي بت؟ وبعدين لما انت فالحه قوي كده يا اختي وبتفهمي في الرجاله، ما حافظتيش على جوزك وبيتك ليه؟ ولا انت بتفهمي في كل الرجاله الا جوزك؟ على فكره بقى، انت شخص واطي وقليل انا بخرج بره. ومين ده اللي واطي يا سفله؟ بس كفايه، امشي كفايه فضايح، امشي. بتدوري حياه الناس؟ هات الخيبه. طب دوري حياتك انت الاول، مش ناقص غير اللي مطلعك. اوعى ايدك، انت عارفه تدوري حياتك عشان تدوري حياه الناس؟ مطلقه وبتتكلمي؟ بره يا زباله، بره يا حيوان، انت بره بره يا زباله. انت عارفه انا مش بره، عارفه انت لو مش واحده ست هطلعك بره. ايه يا جماعه، كل حد يروح يشوف شغله. استنى يا عم جمال، اعمل لنا واحد لمون، ولا اقول لك خليهم اتنين. عجبتني قوي الزقه، وخصوصا التانيه كانت اجمد. تعالي نقعد هنا، تعالي يا حمد. روقي بقى. والله يا دين انا مش بغير من رباب ولا بكرهها، دي صاحبتي وانا مش عايزاها تغلط نفس غلطتي. طبعا احنا عارفين كلنا كل ده، رباب عارفه، ومش محتاجه انك تفسري اي تصرف بتعمليه لاي حد. تسلم ايدك يا عم جمال. تعبتك معايا، شكرا. انا مش عارفه حسين ده مش عايزه تعرفني ليه، انا بالذات ايه اللي حصل مني عشان يكلمها بالطريقه دي عني؟ كل ده عشان انا متطلقه فابقى درجه تانيه وابقى كاني واحده من الشارع، صح؟ لا مش صح، وخلي كل واحد متصور حاجه خليها في باله، ملناش دعوه بحد، المهم احنا ايه. ايوه ملناش دعوه بحد، المهم احنا ايه. وبما اننا كده ولا كده محسوبين على الناس ان احنا سمعتنا في الارض، يبقى خلاص انا مش هعمل حساب مره تانيه للناس، انا هعمل اللي انا عايزاه واللي انا حاساه واللي انا مصدقاه وطز في الناس. لا الكلام كده بقى فيه هبل، الهبل ان افضل عايشه كده بحاسب نفسي على كل كلمه وبحاسب نفسي على كل تصرف، وكل يوم بحاسب نفسي مليون مره في اليوم. انا حره، هعمل اللي يعجبني واللي مش عاجبه ان شاء الله ما عاجبه يشرب من البحر. انا اسفه يا ليلى، حقك عليا ما قصرش. انا مش زعلانه منك يا ربو، والله مش زعلانه منك حبيبتي، انت اختي. دينا خدي ليلى بتحب تتمشى على البحر، يمكن لو اتمشيت على البحر تهدى شويه. انا ما استاهلش كده يا نادي. انا تعبانه قوي، انا ما بقتش عارفه انا عايزه ايه ولا حتى محتاجه لايه. زمان كنت ببقى عارفه انا محتاجه لايه كويس قوي، بس دلوقتي انا خايفه،
مبقتش عارفة أعمل اللي أنا عايزاه عشان خايفة إن الناس تفهمني غلط. مفيش داعي كل اللي أنت بتعمليه ده، هو راجل فاضي قال كلمتين وخلاص. لا يا دينا، حسين هو كل راجل في الشارع ماشي، هو البقال، هو المكوجي، هو الموظفين والمدير بتاع الشركة، كلهم بيفكروا بنفس الطريقة دي. مش مهم هما بيفكروا ازاي، المهم احنا بنفكر ازاي. على اساس يعني ان انا وانت كده عايشين في المدينة الفاضلة دي لوحدنا؟ مش هينفع اضغط على زرار ما اسمعش اللي هما بيقولوه، ومش هينفع اضغط على الزرار ابقى ما بحسش. انا اعصابي خلاص تعبت، ما بقتش قادرة استحمل اي حد، وطالما كده كده انا مش عاجبة حد يبقى اتجنت. اعمل اللي انا عايزاه، وعايز زي ما انا عايزه وبالطريقه اللي انا عايزاه. طيب ليه بقى كل ده؟ مش عارفه، بس حاسه ان انا كنت عبيطه قوي، فضلت طول عمري عايشه على حلم الجواز، على اللي بيربوه علينا اهالينا. كنت بقعد اتفرج في كل الفاترينات على فساتين الفرح واستنى اليوم اللي هلبسه فيه، وادينا اهو لبست واتجوزت واتطلقت. ايه اللي حصل يعني؟ طز. طب ما انا اهو زيك، ليه ما بفكرش بالطريقه دي؟ انت كدابه قوي يا حبيبتي، لانك اسخن مني، والا ما كنتيش سبتي القاهره وهربتي على هنا. يلا بينا. يلا. ادخل. ازيك يا عماد؟ هو ايه اللي حصل امبارح؟ انا استنيتك كتير على فكره. يعني بصراحه ما قدرتش انزل من البيت وما عرفتش اكلمك كمان، انا اسفه يعني. بس عموما انا جبت لك السي في بتاعي معايا اهو. هو ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مش فاهم. مع رباب، مين الولد اللي كان هنا كده؟ واحنا مالنا؟ بعدين يعني هي رباب تهمك في ايه؟ لا لا لا، ما تهمنيش في حاجة، انا بسأل عادي يعني. اوكي. احنا ممكن نتغدى مع بعض النهارده؟ ايه ده بقى؟ انت خدت على كده ولا ايه؟ لا خالص، بس انا قصدي ان انا كنت عازمك امبارح على الغدا وانت ما جيتيش، فقلت اعوضها. طب بقول لك ايه؟ ايه رايك موضوع عزومه الغدا دي تقول لي سامي يجي معانا فيها؟ يعني بالمره اديله السي في بنفسي واشرح له بدل ما يقعد يتعب نفسه ويقراه. اصل انا بصراحه ما بعرفش اكتب سي في كويس خالص، ففرصة اني اطلب منه بنفسي يهتم بالموضوع. بس انا معرفش سامي ممكن يجي ولا لا، عشان هو يعني مواعيده كتير وبيخرج وبيسهر وكده يعني. بس انت هتحاول عشان خاطري صح؟ اه. طيب على فكرة انا كتبت كل ارقامي في السي في، عشان يعني لو سامي حب يكلمني يسألني على اي حاجة يبقى في وسيلة اتصالات. ماشي، ميرسي قوي يا عماد. عفو. لا ماشي. انا همشي. طيب اوكي، باي باي. باي، سلام. باي.